اخيرا اخيرا وعايزين نتكلم في موضوع مهم جدا. احنا مكملين كلامنا عن لقبنا اللي انتوا شفتوه امبارح على شاشه قناه الزمالك، اكبر قلعه رياضيه في مصر. اتبسطت جدا من تجاوب جماهير نادي الزمالك مع الشعار الجديد، والحقيقه ان هي حاجه تدعو الى الفخر، وهو ده جمهور نادي الزمالك اللي عارف كويس جدا قيمه ناديه ومكانته. والنهارده كلنا بنعيش حاله كبيره جدا من الفقر التي لا حدود لها، واحنا شايفين اداره نادي الزمالك وهي اداره افعال مش اداره كلام ابدا، وهي بتدشن لينا لوجو حقيقي معبر عن نادي الزمالك. الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر زي ما قلنا لحضراتكم امبارح، ودي حقيقه بالبطولات والتاريخ والعراقه والأصالة، وقول زي ما أنت عايز تقول. نادي الزمالك يستحق كل كلام الدنيا الجميل اللي أنت ممكن تقوله، مبادئ، أخلاق، قيم، كل الكلام اللي أنت عايز تقوله. طبعًا الزمالك قيمة مضافة عظيمة جدًا في الرياضة المصرية. الزمالك صنع مجد مش بس في الكورة، لأ، الزمالك ده حدوتة تاريخية كبيرة جدًا، وفي ألعاب الصالات لينا باع يد سلة وغيره، ولينا أساطير. نادي الزمالك كان داعم لكتير جدا من الأندية في الستينيات والسبعينيات. لا، نادي الزمالك نادي كبير جدا، نادي كلنا بنفتخر بيه. عشان كده لما بقولك إن نادي الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر، ده مش مجرد كلام، دي حقيقة، وأنا مش هقعد أثبت. في بحث حضرتك تبحثوا وتعرفوا عشان الكلام يترسخ اكتر. لما بنبحث احنا بنفسنا الكلام بيترسخ اكتر، فلما تبحث اكتر وتترسخ ان شاء الله هتلاقوا انه نادي الزمالك فعلا هو اكبر قلعة رياضية في مصر.